الجروح قضية من القضايا المهمة جدا. أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. هروح للجفون، إيه أسباب ترهل الجفون؟ مفيش حد مننا بيحب تبقى النظرة بتاعته حزينة أو مرهقة أو متعبة. عملية تجميل الجفون من العمليات المؤثرة جدا في النقطة دي. هذهب إلى الأنف، الأنف عملية المليمترات، عملية الحريفة، مش أي جراح تجميل يعملها. الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها، والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا نظرا لتنوع وقيمه المضمون العلمي اللي هيتقال النهارده، وايضا لقيمه ضيف الكبير. خلينا اقول لكم انه النهارده عندنا كثير من الاسئله متعلقه بعالم التجميل. الجروح قضيه من القضايا المهمه جدا جدا. الجروح والجروح هل هي سهله ام صعبه التعامل معها؟ ايضا بعض المشاكل التجميليه اللي جراحات التجميل قفزت فيها قفزة هائلة، تجميل الأنف، تجميل الجفون، هذه المنطقة التي تغير تماماً شكل الإنسان إذا جملت، تغيره للأفضل، استعملت طبعاً بشكل جيد. برضو الكثير من المشاكل اللي نقدر نقول عليها شبه كونجينيتال، يعني الإنسان منذ صغر بيعاني منها، زي الأذن الخفاشية. الأذن الخفاشية دي شيء مزعج جداً لشكل أي إنسان، مش حلوة خالص. يعني مثلا مناخيرك كبيرة، من الناس بتحب المناخير الكبير، مش عارف ايه، ممكن يبقى فيها قولان يعني، لكن اذن خفاشية لازم تتظبط. الشفة الارنبية طبعا يعني من القضايا الطبية الشديدة الاهمية، والمناطق الجراحية شديدة الاهمية. برضو الانف، لانه تجميل الانف كما اقول انا ده منطقة الحرفنة المطلقة. دي بقى يا عم ده ميسي التجميل، ده رونالدو التجميل، محمد صلاح طبعا اهم التجميل، يعني الحريفه بس هم اللي بيتعاملوا مع الانف. النهارده واضح انه القصه متنوعه والمواضيع عديده ومهمه جدا وضيف شديد الاهميه. قيمه علميه كبيره واسم كبير الحقيقه، حمل على عاتقه يعني بناء عالم جراحه التجميل في منطقه الشرقيه ومنطقه شرق الدلتا، ايضا ما شاء الله اداء علمي اكاديمي رائع على مستوى مصر كلها، وممتد هذا الاداء الى الوطن العربي وايضا الى العالم اجمع. اسم مصري عالمي اقليمي متميز للغايه هو ضيف العزيز الاستاذ دكتور علاء نبيل الصادق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور ايمن، واهلا بكل مشاهدي الناس الحلوه. منورنا. الله يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. والحقيقه كالعاده بنفخر جدا بجهدك الكبير جدا على مستوى العمل الكلينيكي، على مستوى العمل الاكاديمي، على مستوى حتى العمل الاداري في واحده من صروح الطبيه الموجوده في مصر. الله يخليك. عايز ابدا الاول بالجروح، لان هي منطقه جراحيه معقده شويه. الحقيقه جروح الوجه من الحاجات اللي لها اهميه كبيره في حياتنا، لان ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث حصل له جرح وعلامه في وشه، يبدا المجتمع بتاعنا يصنفه على انه ده بتاع مشاكل ويبدا يتعامل معه على هذا الاساس. طيب ازاي نتعامل مع الاثار جروح الوجه؟ عندنا في جرح قديم في الوجه، نعمل معاه ايه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقه علميه لازم نعرف ان في حاجه اسمها خطوط الوجه، خريطه كده لكل جراح التجميل، يبقى هو عارف ان لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس، بالكريمات بلزقات بجلسات. يعني لو جينا الساده المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط او الخريطه اللي بيمشي عليها كل جراح التجميل، لو نلاحظ لها اتجاه. طيب ازاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه، هل الاتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه ولا زي الصوره اللي موجوده هنا ماشي عكس خطوط الوجه.
لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان يعني كل ما العضلات تشتغل اكتر تقوم تقربوا من بعضه اكتر بالكريمات والجلسات الامور بتبقى كويس. النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصوره اللي احنا عارضينها دي، الجرح ماشي عكس خطوط الجلد. طب ايه مشكلته؟ مشكلته ان العضلات بتاعه الوجه لان فيها عضلات تعبيريه والحركه مستمره طبعا، كل ما العضله تنقبض تقوم توسعه من بعضه اكتر، مشكلته الجرح بيوسع. ولو في دقن مثلا زي الصوره الموجوده نلاقي اصبح في فاصل في الشعر بتاع الدقن، وبالتالي بتبقى الموضوع ايه؟ ظاهر. الحل اللي كان بيتعمل المباشر ان الدكتور يروح شايله ويروح مخيطه تاني، وبالتالي على نفس اتجاهه القديم، ما كانش بيدي نتيجه. في آخر مؤتمر في جمعية جراح التجميل المصرية عرضنا حالات كتير لطريقة في هذا الموضوع بتتكون من حاجتين. أول حاجة زي ما احنا شايفين الصورة كده، بنشيل الجرح لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم، لا أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. طب ازاي نمنع ان هو يوسع بقى؟ في طبقه تحت الجلد اللي احنا بنسميها الاسماس، بتبقى مغلفه للعضلات، بنعمل فيها غرز بطريقه معينه بحيث انها تقرب لنا الجرح من بعضه، تمنع ان هو يوسع تاني مع الحركه العضلات التعبيريه بتاعه الوجه. لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقه بناخد يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض نلاحظ ان الجرح ايه الاخبار بتاعته؟ الجرح اتحول لزجزاج، وفي نفس الوقت لو في منطقه فيها شعر يبدا الشعر ينمو فيها كمان مره. الحقيقه النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول، لازم يحصل حاجه اللي بنسميها ماتيوريشن اوف ذا سكار. يعني ايه؟ يعني لازم يكتمل الالتئام بتاع الجرح، وده بياخد له من 6 شهور لسنه تقريبا علشان ياخد النتيجه اللي احنا عايزينها. وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجه من برضه الجروح احنا عملنا يعني نفس الطريقه ودي النتيجه. الحقيقه يعني ما نقدرش نقول عليها 100% لان 100% دي اللي هي ايه؟ ده خلقه ربنا يعني. لكن احنا بندي تحسن معانا 80 ل 90% في جروح عنيده ما كانش لها علاج مرضي قبل كده الحقيقه. هذهب الى عمليه انا براها برضو امرجنسي، يعني في عمليات امرجنسي الاذن انا شايفها انها عمليه طوارئ، يعني تمام. الطفل عيني والولد ومش عارف ايه وشكله ما فيش شكل حلو مع تمام. هي الاذن دي من الحاجات الغريبه جدا. ليه؟ لان هي اساسا مش موطن من مواطن الجمال. يعني مفيش واحد يجي الواحد كده يقول له الله ده ودانك دي جميله قوي، لا مفيش الكلام ده، ولا بتلفت الانتباه اصلا الا اذا حصل فيه بروز فيه. اول ما تبرز اللي هي في الاذن الخفاشيه نلاقي فجاه كده خدت كل الاهتمام، وخصوصا في السن الصغير. فنلاقي الطفل يعني لو جينا بصينا مثلا طفل زي ده كده اللي هو قبل العمليه هنلاقي البروز بتاع الودن اللي هو الاذن الخفاشيه بدا يلفت الانتباه. وعشان كده بنحب نعمل العمليه دي قبل دخول المدرسه. ليه؟ لان لو دخل مع الاطفال زمايله النظره او لفت النظر بتاع الاذن الخفاشيه هيبدا يعرض الطفل للسخريه من الاطفال اللي حواليه، وخصوصا لو هو ذكي الاي كيو بتاعه عالي بيبدا يلاحظ السخريه في عيون اللي قدامه، فيبدا المشكله تتحول من هنا الودن لمشكله ايه؟ نفسيه. لو ما اتعالجتش في اطفال كتير تلاقيه مش عايز يروح المدرسه. ليه؟ لانه حاسس ان في يعني سخريه ونقد من اللي حواليه. في ناس طبعا بتقدر تتكيف اتس اوكي، لكن احنا الحقيقه بنحب نعمل الكلام ده قبل دخول المدرسه. والعمليه بتبقى بسيطه لان احنا بنعمل فتحه بتبقى موجوده في الطيه الجلديه ما بين الاذن وبين الراس، من خلالها بنفتح نكشف الغضروف ونبدا نعمل نحت لهذا الغضروف علشان نعيد تشكيله مظبوط، وبنثبته بالغرز بحيث انها ايه تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والمشكله بتخلص والنتيجه بتبان الحقيقه مع اول غيار يعني. برضو يفضل ان احنا نعمله قبل دخول المدرسه لكن مش قبل سن 4 سنين حتى يكتمل النمو بتاع صوان الاذن، لان زي ما الساده المشاهدين عارفين ان الاذن دي بتتكون عندنا في 3 حاجات، في اذن داخليه دي اللي هي مسؤوله عن السمع، واذن وسطى المسؤوله عن الاتزان، الاذن الخارجيه اللي منها صوان الاذن، وبالتالي العمليه اللي فيها لا تؤثر على موضوع السمع نهائي لان هي اساسا مش الوظيفه بتاعتها كده. الناس كتير من خلال كلام حضرتك عن بدايه العمليه يعني من سن 6 سنين بدايه المدرسه يعني يعتقدوا انها عمليه للاطفال. طب الناس اللي كبرت بودنها الخفاشيه؟ طبعا، لان احنا عندنا في ناس ما كانتش تعرف ان لها علاج وما قدرش يتكيف معاها،
وزي ما اتفقنا هو طفل المشكلة كانت هنا وهو كبير المشكلة هنا. فيبدأ يجي لنا يعني ده ناس بتيجي في العشرينات ايه الموضوع الأذن الخفاشية عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفية وبل بالعكس بتبقى مخدر موضعي كمان. أكبر واحد عملت له العملية دي كان سنة ده كان 45 سنة حتى أنا نفسي كنت مستغرب يعني اللي سكتك ده كله مش قادر يتعايش معاه. هذهب إلى الأنف، الأنف عملية المليمترات عملية حريفة زي ما أنا قلت بقى يعني مش أي حد مش أي جراح تجميل يعني الأنف صح؟ هي بالضبط كده. ليه؟ لأن الأنف دي حاجة صعب إخفائها يعني ممكن تكون وش جميل جدا لكن الأنف فيها ديفو يبقى ظاهر جدا. الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه. الأنف إحنا عندنا فيه جزء عظمي اللي بيتحط عليه النضارة وعندنا في جزء غضاريف اللي هو اللي بنمسكه بالمنديل كده معانا. ممكن الأنف تكون طويلة ممكن الأنف تكون عريضة ممكن يكون في اعوجاج في الحاجز الأنفي. كل طبعا جراحة تجميل الأنف بتتعامل تماما مع كل هذه الموضوع وطبعا كل حاجة على حدة بنحدد المشكلة أول وبعدين نبدأ نتعامل معها. في طريقتين حقيقة. الطريقة المغلقة ان احنا بنعملش اي جروح في الوجه ندخل من جوه الفتحات بتاعه الانف ونبدا نتعامل بحيث ان احنا نشوف ايه المشكله موجوده فين. موجوده في الغضاريف موجوده في العظم المناخير مثلا زي الصوره هنا ده عندنا في محدبه في عظم عايزين نتعامل معاه بحيث ان احنا نصل بالانف لحاجه مرضيه من ناحيه المريض ومن ناحيه الطبيب. وطبعا لازم وجهات النظر بتاعه المريض والطبيب تتطابق مع بعضها. يعني انا المريض بيجي بديه المرايه واقول له انت بتشتكي من ايه يقعد هو يوصف الكلام لقينا الكلام ده ماشي مع الناحيه الطبيه يبقى في الحاله دي بنبدأ نتدخل وبنبدأ نتعامل. وبعد العملية بيبقى في بعض التورم وبعد كده بيقل تدريجيا يعني زي الصورة مثلا اللي احنا شايفينها كده كان عندنا المناخير يعني اللي هي معقوفة وكان عندنا برضو طويلة شوية وكبيرة شوية. كل الكلام ده طبعا تم استدراكه في العملية ودي الصورة بعد 3 شهور وعندنا الحقيقة صور كتير بس عشان خصوصية المريض ما نقدرش ان احنا نعرضها كلها. طبعا نشوف نموذج لانه كمان احنا عايزين نحصل على أكبر قدر من المعلومات في ظل وجود سيادتك معنا النهاردة. فعايز برضو أروح للشفة الأرنبية. الشفة الأرنبية من المناطق برضو الجراحية الإمرجنسي بقى مش تمام. دي طوارئ بقى تمام. يعني دي على طول في الطفولة محدش هيعيش بشفة أرنبية فترة يعني. طبعا لأن هو الطفل بيتولد يعني فجأة الأب والأم بيلاقوا حاجة مش متعودين عليها قبل كده. الشفة الطبيعية لا ده احنا عندنا في شق موجود سواء على جنب أو على الناحيتين فطبعا بيحصل نوع من الصدمة النفسية للأب والأم رغم أن العلاج بتاعنا سهل. يعني لو جينا شفنا هنا هنلاقي في شفة أرنبية ممكن يكون معها شق في سقف الحلق أو ممكن تكون لوحدها. في الحالة دي احنا بنبدأ نتعامل على طول لأن لو ما تعالجتش على طول بيبقى في يعني بعض المشاكل هي بتعمل المشاكل اللي بتحصل طبعا الناحية النفسية بالنسبة للأم بعض المشاكل مع الرضاعة بعض المشاكل لو استنت مع الكلام وخصوصا الحروف اللي احنا بنسميها ليبيا الليتر اللي هي البي والإم والحاجات دي التعامل معها بيبقى من خلال عملية بنعملها على سن 3 شهور ممكن نعملها قبل كده لكن عادة احنا بنعملها على سن 3 شهور بطريقة معينة بنوصل الناحيتين لبعض. احنا عارفين طبعا ان في جلد وتحتيه عضلات وتحتيه غشاء مخاطي بطريقة معينة احنا بنوصلهم في بعض تاني من ناحية الجلد ومن ناحية العضلات ومن ناحية الغشاء المخاطي الداخلي لغاية لما نوصل للحاجة المرضية بالنسبة للطفل. الشفة الأرنبية لها سن معين؟ بتتعمل على سن 3 شهور عادة بنعملها على سن 3 شهور لو هي معاها في شق في سقف الحلق فده بيبقى 3 شهور الشفة وبعد سن سنة لسنة ونص بنتعامل مع سقف الحلق. هل ليها أي متابعات يعني ولا الطفل بيكبر عادي؟ احنا طبعا بنتابعه مره قبل دخول المدرسه علشان نشوف لو في اي فاين تاتش ممكن نعمله وبنتابعه بعد كده على سن دخول الجامعه على 17 18 سنه علشان نشوف الانف هل هي محتاجه ان احنا نتدخل ونعمل فيها حاجه. بس زي ما حضرتك عارف ان الانف عشان نقدر نعمل لها عمليه لازم يكون فوق ال 18 سنه. طب بما ان احنا رجعنا للانف في سؤال مهم برضه في الانف الجراحه المفتوحه والجراحه المغلقه هذه المعركه
كيف تراها؟ والله هي كلها وسائل بتوصل لهدف واحد. هل هي معركة فعلا؟ لا والله، هي في الآخر هي كلها وسائل هتوصلنا للي احنا عايزين نعمل. هي كلها طرق، الطريقة المفتوحة هي أسهل، لأن تبقى الأنف كلها مكشوفة. الطريقة المقفولة هي بتعتمد على حجم المشكلة، لو المشكلة بتاعتنا بسيطة يبقى في الحالة دي احنا من خلال الفتحات بتاعت الأنف نفسها بنقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نعمله. لكن في الآخر سواء المفتوحة أو المقفولة بتوصلنا لنفس الهدف. يعني هل الطرق غير الجراحية تعمل مع الأنف كافية؟ حسب المشكلة. يعني بعض الأحوال بيكون المشكلة بسيطة فممكن نقطة فيلر تحلها. صحيح حكاية الفيلر دي حاجة غير دائمة، لكن هي بنفس الوقت هي برضو حاجة سهلة. لو المشكلة كبيرة يبقى طبعا بنلجأ للجراحة، لجراحة تجميل الأنف. هذهب إلى الشفايف، المنطقة احنا دلوقتي في منطقة السنتر، صح كده؟ تمام. الشفايف عندنا شفايف صغيرة عايزين نكبرها، وشفايف ضخمة عايزين نصغرها. نبدأ الأول بالضخمة، لأن هي الحاجة الغير تقل، يعني اللي عايزة فعلا شطارة جراحية. هي لنا مقاسات طبعا خاصة بالنسبة للشفة، بالنسبة للحاجات اللي حواليه اللي هي الأسنان والفك والأنف. بنبدأ نشوف الموضوع، والله بالمقاسات بتاعتنا الجراحية لقينا إن لا ده فعلا الشفة فيها زيادة، وزيادة ملفتة للنظر على مستوى الشفة العليا أو السفلى، فبنبدأ نتدخل بنشوف الزيادة فين بالظبط، وبنبدأ بطرق يعني زي مثلا الحالة دي هنلاحظ إن الشفة العليا والسفلى الحجم بتاعها متضخم. بنبدأ على طول نتعامل معاها، بنحدد بالظبط الزيادة وبنقيس بالملي الزيادة فين بالظبط، وبنبدأ نتعامل معاها بعملية جراحية وبنستأصلها. الكلام ده من الداخل عشان ما يبانش أثار جراحية يعني. طيب أنا هطلب من حضرتك حاجة، إحنا هنمر على العمليات أو هنمر على الجراحات مرة أخرى، وعايز حضرتك تقول لي للمريض أو للحالة المرضية نفسها يركز قوي على نقاط معينة للجراح وهو بيعملها، يركز قوي على نقاط فنية معينة. يعني في صورة مثلا شورت كيس، يعني هبدأ الأول بجروح الوجه. عندما ننظر لجروح الوجه المريض يأتيك إمتى، يركز على إيه قوي، التعليمات المهمة، الجراح اللي بيعمل الحكاية التعديل يعمل إيه بالظبط؟ هنبدأ بالنسبة للمريض. المريض أول ما يبقى فيه يعني فيه جرح في وشه لازم يدور على مركز أو دكتور متخصص له اسمه، بحيث أنه هو يبدأ يتعامل معاه في الفترة الأولى يعني. لأن طبعا لو تعامل معاه تجميليا بدرجة كويسة في الأول طبعا هيأثر معانا بعد كده في النتيجة. اللي أنا عايز أقوله برضو المريض أن هو ما يستعجلش، لأن أي مريض بيبقى عنده مشكلة بتاعة جرح الوجه بيبقى دايما مستعجل، دايما عايز يخلص من المشكلة. فما تستعجلش، لأن الجرح بيجي متخيط، مش تاني يوم هنعمل عملية على طول، لازم ننتظر من 3 لـ6 شهور لغاية لما الالتئام يكتمل، وبعد كده نقرر احنا نعمل عملية ولا الموضوع أخبره ايه. بالنسبة للطبيب لازم ياخد باله قوي 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 من اتجاه الجرح، لأن الاتجاه الجرح لو هو عكس خطوط الجلد وجه الطبيب شاله وراح مخيطه في نفس الاتجاه بتاعه، برضو الجرح الجديد هيبقى عكس خطوط الجلد فهيوسع تاني، وبالتالي المريض مش هيستفيد من هذه العملية. برضو تجميل الجفون أو الجفون المريض والجراح، وخصوصا ان المرضى بيخافوا لان المنطقة دي قريبة من العين. هي طبعا المنطقة قريبة من العين، لكن الشغل مش في العين نفسها، يعني الشغل في الجفون، وبتبقى طبعا احنا بنراعي النواحي الطبية بحيث ان العين دي تبقى طبعا في حماية تامة. يعني بالنسبة للمريض هو احنا بنتعامل معه يتجنب الشمس بعد العملية، يتجنب ان هو يوطي، وخصوصا يعني في الصلاة يصلي هو قاعد، وخصوصا في الفترة الاولى من العملية او الاسبوعين من العملية. بعد كده بيبدأ يعني يلبس نظارة شمس عشان التورم اللي موجود، ويبدأ بعد كده الامور بتمشي كويس لوحدها. بالنسبة للطبيب لازم يكون يعني اخذ تدريب كافي في موضوع تجميل الجفون علشان يقدر يحقق النتائج اللي هو عايزها والمريض عايزها كمان. طب كلمة عن الأذن للأم والأب اللي عندهم اعتقاد انه الابن كده حلو واحنا متقبلينه، انه على المجتمع انه يتقبله، وايضا بعض الاراء اللي تقول لك لا ما هو اتخلق كده وخلقت ربنا، مش هنغير خلقت ربنا حاجة، اللي هو المعتقد عند بعض الناس اللي عندهم تدين وكلنا متدينين بس ده معتقد خطأ. هو طبعا احنا مش بنغير في خلقة ربنا. ليه؟ لان هي الفطرة، يعني مثلا زي الشفة الارنبية هو خلقة ربنا، هل الطبيعي ان نسيبها كده؟
ما هو اتولد كده مش يعرف يرضى ومش عارف يعيش. مش ده الفطره، مش ده الطبيعه. احنا بنرجع الامور لطبيعتها، يعني احنا مش بنعمل حاجه اكستريم، يعني بناخد مثلا الاذن بدل ما هي هنا احطها هنا، لا، احنا كل الموضوع الديفوهات اللي عامله مشكله نفسيه للمريض احنا بنصلحها. والمرض النفسي يعتبر، لان الاذى النفسي ده بيخلي المريض ينطوي ويبدا يدخل في حالات نفسيه صعبه، احنا بكل اللي بنعمله بنرجعه لفطرته بحيث يبقى شخص منتج في المجتمع ويعيش الحياه الطبيعيه. قبل ان نذهب لا يفوتني ان اسالك عن هذا الجهد الكبير جدا المعمول في قسم جراحه التجميل سواء في الجامعه أو في قسم جراحة التجميل في مستشفى عملاق زي مستشفى التأثير. لا، هو الحقيقة اللي حصل تقدم كبير في يعني مستشفى التأثير الحقيقة عملت نهضة كبيرة جدا من ناحية التكنولوجي، من ناحية الآلات، من ناحية تعقيم العمليات، من ناحية الخدمة المقدمة للمرضى. وده دليل برضو على إدارة ناجحة من دكتور محمد جزر ودكتور أحمد جزر ومجلس الإدارة كله. قفزة كبيرة جدا يعني مستشفى التأثير لمستوى عالمي. لا الحقيقة مجهود الحقيقة يعني بنكن كل الشكر والتقدير لهم. أنا انبهرت جدا في زيارتي لمستشفى ومستشفى الجامعة. طبعا تم إنشاء قسم لجراحة التجميل، والحقيقة بسم الله ما شاء الله عندنا القسم بقى أكتر من حاجة وعشرين دلوقتي. طبعا دي حاجة كويسة قوي إن شباب الأطباء بدأ يدخل معانا في جراحات التجميل، والأمور الحمد لله في تقدم يعني. وأنت قدمت الكثير جدا لجراحة التجميل في منطقة شرق الدلتا، مش هقول بس في الشرقية، أنت الشرقية ما شاء الله، واسمع عليا والسويس وبورسعيد صح كده كل والقاهره كمان يعني ما شاء الله جهد جامد جدا وجهد اكاديمي جهد اكلينيكي رائع جدا. انت نورتني وشرفتني. الله يخليك، وفرصه سعيده. انا اللي اسعد طبعا ضيفي العزيز استاذ الاساتذه في جراحه التجميل اكاديمي من طراز فريد، حقيقه بيسعدني جدا لقائه المتميز كالعاده، كمية المعلومات الكثيفة الكثير المبسطة التي تدخل العقول والأذهان بشكل جيد جدا، كمان دقة التوصيف. ده حوار مهم جدا جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل، هو طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. يبقى التجميل أيقونة الجراحات، واحدة من الجراحات التي لها بريق خاص جدا والتي لها كمان أهمية خاصة جدا. هي جراحة ليس فيها الإمرجنسي أساسا إلا في الجراحات التعويضية، لكن الخطأ فيها أكيد غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق، ولذلك الدقة فيها مطلوبة للغاية، وهذه الثقافة مهمة جدا جدا جدا. عشان تفهموها كويس خليكم دايما معنا.